كاليتي نتاع زهير ذوادي ويوسف المساكني اللي هما لا فيتيس وتكنيك باش نجموا نلقاو عصام جمعة ونلقاو لمجد الشهودي ونلقاو الكاجات فيرس، خاطر في البريمير ميتو شفنا ثلاثة تسديدات بركة من المنتخب، منهم واحدة بركة كادري شوية بالكل بالنسبة نجم توكيرو وفتح اللعب من جانب إغناسيو مارتينيز، التوزيع ثم وليد الهشري ثم مجدي الكرة وعكس الهجوم من ميكيل ريسو رقم 17، والجهة المقابلة ثم بلال العيفة والمجهود الفردي والحارس أيمن المثلوثي. إذن سوزواتا أمامكم، هذا هو اللاعب المنتمي لفريق أتلتيك بيلباو واللي خذا مكانه في الشوط الثاني، سوزواتا رقم 21. شوفوني يبعد على بلال العيفة وكذلك وليد الهجري ويصوب، ومن جديد التونسي في انتظار مباراة أخرى هامة ضد منتخب الكتالوني. وسوزواتا شوفوني يبعد على بلال العيفة وكذلك وليد الهجري، والتصويبة للحارس أيمن روتار. هنا نشوفهم لاعب ياخذ الكرة وبعد لاعب من المنتخب نتاعنا يخلط هنا كيف كيف مرة أخرى على توش، غلطة نتاع مركاج ونتاع تركيز، لازمنا نكونوا فاقين اكثر، لازمنا نكونوا خير في الريكوبيراسيون تاع التونسي. وكانت العوده من جديد، شوفوا المحاوله بالنسبه لسوزايتا والتصويبه والحارس ايمن المثلوثي. هنا اللاعب ما يلزموش الوطني التونسي بعد امداد من ياسر بوسعيدي، خالد القربي ثم ادوريز الى توكيرو، توكيرو الى ادوريز والحارس ايمن المثلوثي بكل سهوله يلعب حاليا منتخب الباسك. برسير زينا برشا، لازم كي تلعب البلوك طايح نتاعك لازمك تلعب اتاك رابيد، لازمك تمشي فيس على الزون تاع الادفيرسير، ما تنجمش كل منذ القديم حتى معناها لفت نظرنا المخرج للتغييرات، لكن نتابعوا والتدخل الاخير من عصام جمع على الخط النهائي وفرصه بالنسبة لأدوريز والتوزيع من تبقى الكرة لأرومبورو ثم أدوريز، أدوريز مباشرة إلى سوزايتا، سوزايتا وكرة خطيرة لسوزايتا وفي تنفيذ الركنية باركيرو لفريق ليفنتي، والمحاولات متواصلة وضغط كبير لزملاء توكيرو والكرة الأخيرة لكن فوق المرمى. إذن كرة خطيرة على محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، كانت التوزيعة الأخيرة في محور الدفاع والتصويبة الأخيرة كانت خطيرة. شوفوا التوزيعة بالنسبة لسوزايتا كانت في المحور. إذن الكرة الأخيرة من إيتوراتسي، اذا ايتوراد لاعبين الموجودين في فريق اتلتيك بيلباو والتصويبه اليساريه رغم وجود فما دي سوليسيون صحيح المنتخب الباسكي صحيح. توكيرو التوزيع لادوريز والتغطيه من وليد الهيشلي وصعوبات كبيره بأمورورتو، نشوفوا ادوريز ثم توكيرو الى ادوريز من جديد وسبس في سجل لقاءات الاتحاد الدولي لكره القدم، لكن بالطبع للسادة المشاهدين نذكر ان ويدليشي في رصيد هدف ضد منتخب التوغو. ومن جديد ادوريز ياخذ الكره الاخيره على مستوى القائم، قاعدين يلقاو في الحلول، قاعدين يلعبوا الكره الاولى في اللاكس نتاع التيران ومن بعد يعملوا ديكالاج ينزلوا على جناب بعد لي سونتر، وقت يبدا وليد الهيشري وقت مليح نلعبوا على البوان فورم تاع وليد الهيشري. التفكير ايضا في مباراة هامة ضد منتخب الكتالوني والمدرب يوان كرويف والتركيز على إيهاب المساكني ثم المحاولة والكرة تصدم بالقائم والهدف الأول للمنتخب الوطني توصل عن طريق يوسف المساكني. إذا يوسف المساكني بعد كرة من أمين الشرميتي، إذا أمين الشرميتي إذا بالطبع كان معناها الأخوين في الكرة الأخيرة. نشوفوا المحاولة من إيهاب المساكني، التوزيعة من إيهاب المساكني، التصويبة كما جات بالنسبة لأمينة الشرميتي وفي الموقع المناسب يوسف المساكني يفتتح النتيجة للمنتخب الوطني التونسي والنجاعة لسالش شلديمة، هكا النجاعة لصالح المنتخب الوطني التونسي والهدف الأول
واحداث الفرق بعناصرنا الوطنيه. هنا اللي كنا نحكيو عليه، لاكاليتي نتاع ياسين الشيخاوي اللي شاف لابيل نتاع هدف مقابل صفر، هدف يوسف المساكني. وبالطبع المنتخب الوطني التونسي هام جدا الانتصار المعنوي، والاجابه كانت بسرعه بالنسبه لمنتخب الباسك، والتالق من دفاع المنتخب التونسي والتصويبه من توكيرو. التصويبه الاخيره بالنسبه لتوكيرو كانت خطيره ومباغته. اذا تبقى الكره لصالح المنتخب الباسك عن طريق توكيرو والمحاوله الاخيره والحارس معز بن شريفيه. المنتخب يلعب بروح اكثر، حاضر في الريكوبيراسيون تاع الكره، خير في الجوال. كنا خسرنا برشا ثنائيات في الشوط الاولاني، هنا راهو ولو انه البلوك مازال طايح شويه. هنا معز للوطنيه الاولى بالنسبه لهذه الالتزامات، وميكيل ريسو. ميكيل ريسو والكره خطيره امام الحارس معز بن شريفيه. الكره الاخيره كانت خطيره، وكاد منتخب الباسك يعدل اعاده للوضعيه الهجوميه الاخيره لصالح اريدا تكسي. بالطبع هذا هو اللاعب ايمانول اكيري تكسي، الاسم الكامل هو بس في اوقات اخرى ما يسمحكش هذا صحيح. والكره دور مليح بين زملاء سوروزا. سوروزا في المحور والكره ممتازه، وال مره اخرى بلال عيفة. صحيح بلال عيفة، التغطيه ممتازه عادل لمنتخب الباسك. كره على مستوى القائمه الثاني وانيس البوسعايدي. الكره تمر بسرعه، نشوفوا من جديد التصويبه من توكيرو تصدم بانيس البوسعايدي. كان في التغطيه وابلى البلاء الحسن الى حد الان امام تركيز فريق الباسك على التوزيعات في المحور والكرات الجانبيه. لازم يطلب يهزم مع زوز مدافعين تاع المحور، اللاعب اللي يجي من التالي باسو روتري وروزموك بوسعادي كان في الكوفرتش. يورينتي متغيب بارز، وعادل الشادلي باش ياخذ مكان يوسف المساكني في تشكيله المنتخب الوطني التونسي، وصاحب الهدف الوحيد الى حد الان في هذا اللقاء. اذا التغيير من جانب المنتخب التونسي يوسف عادل الشادلي. يوسف من رغم ما عملش ماتش كبير برشا، لكن كان حاضر، كان حاضر في الهدف. هو المخرج باش يذكرك بالهدف المسجل من جانب يوسف المساكني، كان حاضر وبيان بلاسي في الدوزيام طريقه نتاع البطوله. اللي غير تماما منتخب مغربي متغيب على كاس امم افريقيا 2008 وكذلك 2010، يرجعوا في اعلى مستوى، وحتى معناها يوسفسي معناها ال 11 اللاعب الاساسي تقريبا ضد منتخب المغربي. خاطر شفنا معناها في القائمه ذيا، نشوفوا ساعة الهجوم بالنسبه لتوكيرو في المحور والحارس. شفنا تركيز على متصدي الميدان، انا يظهر لي اللاعب اللي نعرف ونشوف نتابع فيه في الشامبيونات دو فرنسا البطوله الفرنسيه، اليوم اللي هو اليوم الثاني في الكلاسمون في بطوله فرنسا. ونتابعوا هذا الهجوم من جانب لاعب بنات اكشتيباريا مباشرة إلى باركيرو لاعب فريق ليفنتي، ثم بنات اكشتيباريا والركنية لصالح منتخب الباسك. كذلك أيمن عبد النور. أيمن عبد النور أول موسم لل معناها احتراف بعدك التجربة صح التعبير سلبية مع فيردر إبراهيم، باش يكون حاضر توكيرو ومعز بن شريفية، وبصعوبة الاستماتة على نفس اللاعب سوزواتا هذا الخطير كان أمام هذه الكرة الأخيرة. نشوفوا التدخل من معز بن شريفية، ثم الكرة كانت اصطدمت برقم 20 اللاعب أكيل نيكسي، إذا لاعب فريق ريال سوسيداد. شابي ألونزو الكرة مباشرة والحارس معز بن شريفية. إذا كرة خطيرة من جانب شابي ألونزو، لاعب السابق لريال سوسيداد، لاعب السابق لفريق ليفربول، كان فاز بالتشامبيونز ليغا وكأس أبطال أوروبا مع هذا الفريق، فاز الموسم الفارط مع فريق النجوم. دونك يلزم برشا فولونتي، برشا عزيمة، لازم ليكيب برشا دفاع، برشا فولونتي، ولأنه فما ملاعبية راهو فيهم في ديبلاسمون نتاعهم يمشيوا ساعات في التيران، هذه حاجة عادية كما قلت لك قبيلة. شوفوا هوني ياسين الشيخاوي ممتاز والإمداد
دائما لإيهاب المساكني، عنده فيستا ورؤية. ياسين الشيخاوي وخطيرة المحاولة باسم المنتخب التونسي، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق عادل الشادلي. إذا المنتخب الوطني التونسي عن طريق عادل الشادلي، دائما الانطلاقة تكون من ياسين الشيخاوي، وكرة ممتازة قوية بالنسبة لعادل الشادلي. وقلنا ثم الفيستا، الفيستا بالنسبة لهذا اللاعب معناها الرؤية في إيطاليا، يقولوا نشوفوا الكرة الأخيرة من عادل الشادلي. دائما أمين الشرميتي، يرجع أمين الشرميتي لعادل الشادلي، وبكل قوة يغالط دفاع منتخب الباسك، وهدفين مقابل صفر للمنتخب الوطني التونسي بعد أهداف يوسف المساكني وكذلك عادل الشادلي. أنت حكيت على فيستا تاو، عتلان هذا ماتش الإيطاليان نتاع المنتخب نتاعنا، ماتش دفاعي نجاعة 100%، زوز كور براتيكمون جاو وكهاو تقريبا في الشوط الثاني، زوز مركاو سي تري بيان. ترابلسي اليوم إلى ماخي دي بوان، حسب رأينا اليوم دخول ياسين الشيخاوي بدل كومبليتمون ليكيب، لاعبي ملاعبي بالنسبة لنا ملاعبي كبير برشا، اللي نجم يغير وجه المباراة ويغير وجه المنتخب. معنا اليوم ياسين الشيخاوي كانوا ماهوش في تاع سامي ترابلسي في الليكيب الاولى اللي باش تلعب، نتصور اليوم الى مخي دي بوان. صحيح. ومعز بن شريفية، معز بن لاعب فريق ليفنتي وسوزايتا، تبقى الكرة لباركيرو، باركيرو التوزيعة معز بن شريفية في تفادي الباسك. شنو الاستنتاجات بالنسبه ليك منصر بالنسبه لهذه المباراه، رغم ان الضغط حاليا مركز على محور الباسك في الاثناء عادل الشادلي لصالح المنتخب الوطني التونسي، وعكس الهجوم حاليا، وثم مخالفه، اذا ثم مخالفه لصالح المنتخب الوطني التونسي. ونهايه المباراه، نهاية المباراة، إذا يعلن الحكم إيتورال دي غونزاليس عن نهاية المباراة بفوز المنتخب الوطني التونسي هدفين مقابل صفر، أهداف يوسف المساكني وعادل الشادلي. شكرا لك مصر الوحيشي بالنسبة لهذه الإضافات الفنية الخاصة بهذه المباراة. أذكر أن المنتخب التونسي يجري مباراة ثانية ضد منتخب الكتالوني يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 7 بتوقيت تونس، ستكون منقولة مباشرة للسادة النظارة لتمكين مشاهدينا متابعة تحضيرات المنتخب التونسي. إلى اللقاء في مواعيد أخرى مع الرياضة دائما على الوطنية الأولى. إلى اللقاء.